بدأنا كلامنا في الحديث عن لغة البايثون، واتكلمنا على أساسيات البايثون، وما هي العمليات الرياضية الأساسية في لغة البايثون، ومكتبة ماس. دلوقتي هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا، وهي السترينج أو النصوص في البايثون. النصوص في البايثون يعني الكلام اللي بيتم التعامل معاه، يعني إزاي نتعامل مع الحروف والنصوص داخل لغة البايثون. أولا، عشان أعرف نص معين، النص بيتم تعريفه بالطريقة العادية اللي ذكرناها قبل كده، اللي هي إيه؟ بقوم عامل سنجل كوتيشن أو دبل كوتيشن. سنجل كوت اللي هي طه من الكيبورد، دبل كوت اللي هي شيفت طه من الكيبورد، وأحط جواهم الكلام اللي أنا عايز أكتبه. على سبيل المثال، أعرف متغيرين، واحد اسمه سترينج وأحط جواه القيمة اللي اسمها ماي نيم إز خليل، وعرف متغير اسمه اكس وهحط جواه القيمه اللي هو ماي كونتري از ايجيبت. وبعد كده انا ينفع استدعي اي منهما. لو عايز اطبع القيمه اللي جوه المتغير اللي اسمه سترينج، هقول له برنت سترينج، وبقول له بعد كده اف 5، هيقول لي والله ده سترينج كمتغير جواه القيمه اللي اسمها ماي نيم از خليل. لو عايز اطبع القيمه اللي جوه المتغير اللي اسمه اكس، هقول له برنت اكس، هيقوم قايل لي والله ده اكس كمتغير جواه القيمه اللي اسمها از ايجيبت او ماي كونتري از ايجيبت. طيب انا ممكن استدعي حرف معين اظهره على الشاشه من الجمله وليس الجمله كلها، اي حرف داخل السترنج بتاعي انا ينفع اظهره من غير ما اظهر الجمله كلها. عايز اقول لك حاجه، الاول بايثون بيخزن الداتا عنده بحاجه اسمها الاندكس أو الفهرس، والفهرس ده بيبدأ من زيرو مش من واحد. الفهرس أو الإندكس بيبدأ من صفر مش من إيه؟ مش من واحد. يعني إيه؟ بايثون بيروح يخزن الكلام عنده في الميموري. مش أنت حجزت متغير وحجزت له مكان؟ أه، يبقى المتغير ده حجز له مكان في الميموري. المكان اللي اتحجز في الميموري هيحط جواه القيمة بتاعته، يعني سترينج كفاريبل أخد مكان ليه؟ القيمة اللي اسمها ماي نيم إز خليل. واكس كمتغير برضو اخذ مكان للقيمه اللي اسمها ماي كونتري از ايجيبت. كويس جدا. طيب بايثون بيعمل ايه؟ بايثون بياخد الكلام ده ويروح يخزن حرف حرف داخل المكان المحجوز لهذه المتغيرات. الحرف الاول يديله اندكس رقم 0، الحرف الثاني يديله اندكس رقم 1، الحرف الثالث يديله اندكس رقم 2، وهكذا لغايه ما يخلص القيمه كلها اللي جوه المتغير. فلو انت عايز تعرض الحرف الرابع على الشاشة، لو بصينا كده، ما هو الحرف الرابع في المتغير اللي اسمه سترينج؟ هو ان. ليه يا دكتور؟ لان ام هو الحرف الاول، واي هو الحرف الثاني، المسافة هي الحرف الثالث، ان هو الحرف الايه؟ هو الحرف الرابع. فلو انا عايز اعرض الحرف الرابع على الشاشة، هديله الاندكس رقم 3. ليه؟ لأن هو بيبدأ تخزين الحروف باندكس رقم 0. يبقى ام واخده الاندكس رقم 0، واي واخده الاندكس رقم 1، المسافه واخده الاندكس رقم 2، ان واخده الاندكس رقم 3، وان هي الحرف الرابع. فلو انا عايز اظهر الحرف الرابع على الشاشه، هقول له ايه؟ هقول له هات لي سترنج اوف 3، زي ما انا موريكم كده بالظبط. سترنج اوف 3 معناها ايه؟ اوف بحطها او العنصر اللي انا عايزه بالظبط، بحط السترنج بتاعه ما بين سكوير براكت زي ما احنا شايفين بالشكل ده. يبقى انا بقول له انا عايز العنصر الرابع، هديله كام؟ هديله 3. ليه؟ لان اول حرف بياخد الاندكس رقم 0، ثاني حرف بياخد الاندكس رقم 1، ثالث حرف بياخد الاندكس رقم 2، وهكذا واحنا ماشيين. فبحكم ان انا عايز اظهر الحرف الرابع، الحرف الرابع في القيمه اللي عندي دي هو حرف الان. لو انا عايز اظهر حرف الان، الان اقول له رن، هيقوم قايل لي ايه ده؟ الان هي فعلا الاندكس رقم 3. طب لو انا عايز الاندكس مثلا رقم بتاع الحرف رقم 7، اقول له سترينج اوف 6. يبقى هيعد 7 حروف بما فيهم المسافات، ويقوم واقف لي على الحرف السابع، هيقوم مديني هو حرف الايه؟ حرف الاي اللي هو في كلمة نيم ده. كده كويس جدا. ده لو انا عايز استدعي ايه؟ استدعي حرف من داخل السترنج بتاعي
اللي انا معرفه ده كويس جدا. طيب قال لك برضو في حتة كويسة جدا جدا ناخد بالنا منها، احنا ممكن ننفذ الجملة اللي فاتت اللي احنا عملناها دي بس بطريقة تانية، ننفذها بالطريقة القديمة اللي احنا عملناها قبل كده. ايه هي؟ انا مش لازم اقول له هات لي الحرف اللي هو في الاندكس رقم 3 وحط لي الناتج في متغير اسمه اكس واعمل لي برنت للاكس، لا ده انا ممكن اعملها كلها داخل جملة واحدة بالشكل زي ما احنا شايفين كده. انت عايز انا حرف، عايز الحرف الرابع، يبقى هقول له سترنج اوف 3 وبعد كده اقول له برنت الحاجه دي كلها على بعضها. يبقى لو برضو لو انا قلت له برنت سترنج اوف 3 معناها اظهر لي الحرف الرابع على الشاشه، هيقوم رايح مديني ان على الشاشه بتاعت الكونسول زي ما احنا شايفين بالشكل ده. دي برضو طريقه تانيه، مش لازم اقول له هات لي سترنج اوف 3 وبعد كده احط له في متغير وبعد كده اطبع لي قيمة المتغير، لا ده من مرة واحدة أقدر أعمل إيه؟ أقدر أعمل الحركة دي. طيب لو أنا عايز أجيب حرف من آخر الجملة، لو أنا عايز أجيب حرف من آخر الجملة يعني عايزه يبدأ من الناحية اليمين، أعمل إيه؟ نقدر نعمله بالطريقة الأولى عادي جدا، مفيش أي مشكلة خالص، بس في الحالة دي لازم أكون عارف ترتيب الحرف. ليه؟ عشان تقدر تستدعيه. هو انت هتجيب الحرف من غير ما تبقى عارف ترتيبه؟ اه. طب لو انت عايز تسهل الدنيا على نفسك، قال لك خد بالك بقى انا عندي طريقه تانية اقدر اجيب بيها حرف من النهايه. ازاي؟ قال لك لو انت عايز تطبع على الشاشه اخر حرف في الجمله اللي هو حرف ال في خليل ده، ممكن اديك حركه حلوه تعملها. ازاي؟ تعالى اوريك الكود بتاعها بيتكتب ازاي. زي ما احنا شايفين قدامنا كده، انا عرفت سترنج اسمه ماي نيم از خليل، ده القيمه، حطيتها في متغير اسمه سترنج، وبعد كده بقول له ايه بقى؟ هات لي سترنج اوف ماينس 1. عارف لما اقول له ماينس 1 معناه ايه؟ معناها ان انا بقول له هات لي اخر حرف في الجمله، او هات لي اول حرف من الناحيه اليمين مش من الناحيه الشمال، هات لي اول حرف من ايه؟ من الناحيه اليمين. طب ليه ما قلتلوش ماينس 0؟ ما فيش حاجه اسمها ماينس 0، لكن في ترتيب الشمال هو بيبدا الاندسيس بزيرو، 0 1 2 3، زيرو الاول حرف، واحد لثاني حرف، اثنين لثالث حرف، وهكذا. اما لو انا بقى عايز اجيب اول حرف من على الناحيه اليمين، يعني عايزه يبدا من الناحيه اليمين، اقول له سترنج اوف ماينس واحد. وبالتالي لما اقول له سترنج اوف ماينس واحد هيديني كام؟ هيديني ال. هيديني مين؟ هيديني حرف ال. طيب لو انا عايز اجيب ثاني حرف من الناحيه اليمين اعمل ايه؟ هكتب سالب اثنين. طب لو عايز الحرف الخامس هكتب سالب 5 اهو. لو عايز تاني حرف اقول له سالب 2 ويرن، هيقوم قايل لي ده تاني حرف من على الناحيه اليمين اللي هو اي. طب لو عايز الحرف الخامس اقول له سالب 5. سالب 5 معناها هات لي الحرف الخامس من الناحيه اليمين اللي هو حرف ايه؟ اللي هو حرف اتش، واللي فعلا ظهره بالشكل اللي ايه؟ بالشكل اللي هو قدامنا ده. بس انا عايزك تاخد بالك من حته مهمه جدا جدا جدا. ايه هي يا دكتور؟ ما ينفعش تطلع بره الرينج اللي انت معرف عليه السترنج بتاعك. ازاي؟ انت دلوقتي معرف سترنج بالشكل اللي قدامك ده، كويس جدا. ما ينفعش تقول له مثلا، هنعتبر ان طول السترنج ده مثلا 15 حرف، كويس. ما ينفعش تقول له سترنج اوف سالب 30. سالب 30 طب هيجيبها منين؟ وبالتالي لما اقول له رن ايه اللي هيحصل؟ هيقول لي السترنج اندكس اوت اوف رينج، بره الرينج اللي انا معرفه. السترنج ايه؟ السترنج اندكس اوت اوف رينج. ولا ينفع اقول له برضه سترنج اوف 30، لان انا قلت له اكس سترنج اوف 30 برضه هيقول لي ان السترنج اندكس اوت اوف رينج. انت عايزني اجيب لك الحرف رقم 31 وهو مش موجود عندي اصلا، عايزني اجيب لك الحرف ايه؟ الحرف اللي ترتيبه 31 وهو مش موجود عندي، على الرغم ان انت بتقول له سترنج اوف 30 زي ما قلت لك كده، لان هو بيبدا الاندكس من واحد، بيبدا الفهرسه من رقم زيرو، بيبدا الفهرسه منين؟ من رقم زيرو. فانت لما تقول له سترنج اوف 30 معناها انت عايز الحرف اللي ترتيبه 30 في السترنج، ترتيبه 31 في السترنج بتاعك، وبالتالي ما عندوش اصلا حرف ترتيبه 31. لكن انت تعرف لو انا جيت هنا كده قمت واخد ده كوبي وقمت مكرره شويه حلوين كده، اه في الحاله دي ممكن يلاقي الترتيب. وبالتالي لما اقول له رن اه لقاه، وهو عباره عن مين؟ هو عباره عن حرف الاتش. لكن قبل كده
ما كانش الكلام ده موجود، وبالتالي لما اقول له سترينج اوف 30 هيديني ايه؟ هيقول لي والله يا عم ده الكلام ده بره الرينج اللي انا اقدر اجيبه، وبالتالي انا هدي لك ايرور.